اهلا بيكم، انا معتز هاني ودي قناة كتب وسينما. فيلم فراكتشر ده 2019 هو فيلم يحير، فيلم غريب بيخليك محتار. البطل ده يا ترى يعني انسان مختل ولا هو عنده حق، ولا من الافلام اللي هي بتكون يعني احداثها فيها مفاجآت والنهاية بتكون مفاجأة قد يتوقعها البعض، ولكن يعني في ناس تانية ممكن تكون متوقعة العكس تماما. ومن بطولة سام ورينتون وليلي ريب. القصة كلها هنا بتدور حوالين ري. ري بقى كان يعني سايق العربية مع مراته ومع بنته الصغيرة وماشيين في الطريق وكده، وطبعا واضح من اول الفيلم الخلافات الزوجية اللي حاصلة بينهم والتاريخ اللي مش كويس ما بينهم، ويعني تراكم من المشاعر السلبية حاصل ما بين ري وزوجته. بيقفوا في احد الاماكن، البنت عايزة يعني ايه تنزل من العربية ومش عارف ايه، فالمهم يعني بيوقفين في استراحة وكده. فاللي بيحصل ان بيجي كلب بيهجم على البنت الصغيرة بتنزل من العربية وبيهجم عليها كلب، فالاب بيحاول يعني ينقذ بنته وكده، فبيجي ولا ما تقلقيش وهي على بعد خلاص، يعني واقف على حافه وهتقع، لو وقعت هتموت، واقف على حته عاليه جدا والكلب عمال يدفعها لورا، فلو وقعت هتموت. فطبعا الاب بيرمي طوبه على اساس ان هو ينقذ البنت، المهم يعني البنت بتقع والاب بيحاول ينقذها فبيقع هو كمان. ده اللي هو في الاحداث اللي بتدور في اول الفيلم. فطبعا بتلاقي ان الاب يعني لسه عايش ما ماتش، بينما البنت في حاله خطره. بياخدوها بقى على المستشفى دلوقتي الزوج اللي هو ري ومراته والبنت، فبيطلعوا على المستشفى ويشوفوا بقى الاصابه ومش عارف ايه. قال لك ده لازم يتعمل لها فحص في الدماغ، في مشكله عايزين نعمل لها فحص ضروري على الجمجمه لاحتمال وجود نزيف او شيء من هذا القبيل. بتخش البنت ومعاها امها، بيسمح بواحد بس معاها والاب بيقعد يستنى بره. فطبعا كل شويه يستعجل الموضوع، يا جماعه بقى لي ساعه، بقى لي ساعتين، بقى لي ثلاثه، بقى لي 10، هو في ايه بالظبط، ايه اللي بيحصل؟ وكانوا بيسالوه في بعض الاسئله الغريبه، الست اللي بتاخد بياناته في اول الفيلم. طبعا هو الفيلم بيدور حوالين الفكره والمفاجاه اللي في الاخر. انت مش عارف الراجل ده عمال يقول لهم انتوا ضيعتوا بنتي وخدتوا وسرقتوها، فين بنتي ومراته يا حراميه ومش عارف ايه، انا جبتها المستشفى وكذا. وفجاه الدكاتره الموضوع يتقلب ويقولوا ايه ده، انت ما جبتش حد، انت بتهزر، انت مش عارف ايه، انت مجنون، انت يمكن الاصابه اثرت على دماغك. بس دي بقى الفكره، وانتوا هتشوفوا المفاجآت بعد كده اللي في الفيلم. فهو الفيلم بيدخلك في حيره حوالين هل الشخص ده بيدعي على المستشفى ولا المستشفى هم اللي سفاحين وبيسرقوا اعضاء الناس، ولا دي بقى المفاجأة اللي انت هتشوفها في النهاية عشان تعرف فين الحقيقة في الموضوع. فكان في فيلم قريب نفس الموضوع كده، يعني برضو بيدور على فكرة فين الحقيقة، في فيلم انجل اوف ماين، كنت برضو اتكلمت عنه. فيلم انجل اوف ماين نفس قريب جدا من الفكرة دي، وافلام تانية كتير بتدور حوالين الفكرة دي، اللي هو بيبقى البطل ماشي في اتجاه معين وانت عايز تعرف هو الراجل ده على حق ولا مجنون، ولا الاصابة اثرت على دماغه، ولا المستشفى بسفاحين، ولا الشرطة متواطئة مع المستشفى ما بيخش غير مع شرطة. والفيلم كمان بيناقش حتة مهمة، يعني عايز برضو ايه زي ما تقول بيلقح على بالكلام كده على بعض الاجراءات في المستشفيات والبطء وتهاون الناس اللي هم في الخدمه، يعني خدمه الناس اللي جايه المرضى. يعني حتى بيقول للممرضه كذا شوفي لي بنتي فين مش عارف ايه، عماله تهزر في السماعه مع صاحبها وسايبه الراجل مش عارف يطمن على بنته. وبيكلم حوار من اللي بيدار جوه الفيلم، ان هو بيكلم حد من اللي قاعدين بتقول له لا ده احنا هنا بننتظر بالساعات مش عارف ايه. فهو بيناقش برضو الموضوع ده، بيرمي كده على حتة الخدمات الطبية وبينتقدها بشكل كبير. في الحقيقة التمثيل كان عادي، يعني هي طفلة صغيرة لذيذة، وسام وارينتون هو عمل ادوار قبل كده كويسة، هو ممثل يعني معروف، فهو كان تمثيله هنقول يعني ايه هو احسن واحد طبعا في الفيلم. هو لو بنقارنه بباقي الناس ومفيش حاجة اصلا في تمثيل قوي يعني، فهو اقوى واحد فيهم، تمثيله هنقول عليه جيد يعني في الدور بتاعه. والفيلم يعني في نقاد دول درجة عالية وفي نقاد دول درجة واطية قوي، بينما الرأي السائد بيتكلم في يعني ايه حتة الستة ونص وكده. انا شايف ان هو فيلم كويس واتظلم شوية بالتقييم بتاعه، فانا هديله 7، يعني ممكن اقول عليه 7 او 7.5، يعني 7.5 تكون عاليه شويه. بس هو انا شايف ان هو فيلم حلو، انا ما اعرفش هو ليه في نقاد ادوا له درجه واطيه شويه، يمكن هما
عشان في افلام كتير بتتكرر بين النوعيه دي، بس انا شايف ان الفيلم اتنفس كويس وعجبني يعني الاحداث المتسارعه اللي فيه، وانت يعني بص متشوق تعرف، عايز تعرف باي طريقه الراجل ده يا ترى هو اللي على الحق ولا المستشفى هم اللي قتله ولا ايه، ولا مين الطرف اللي قايم بحاجه مش منطقيه، يعني هل هو راجل مختل ولا المستشفى هم اللي بيستعبطوا، وكل ما يروح لحد يقولوا لا ده الدكتور مش عارف غير الشيفت بتاعه، دي الممرضه اللي انت كنت معاها ده مشيت خلاص روحت، ففي كده تلاعب، فانت بقى ايه تتفاجئ ببعض المفاجآت في اخر نص ساعه. فالفيلم مثير، احداثه جميله جدا، انا ما اعرفش هو ليه واخد 6 وحاجه، انا ممكن اقول عليه يعني اديله 7 من 10. فيا ترى ري عمل ايه بالظبط؟ هل هو على حق ولا هو اللي يعني بيدعي على المستشفى ولا ايه الحكايه؟ ده اللي هتشوفه في فيلم فراكتشرد، ويا رب الفيلم يعجبكم. يعني فيلم انا اقول هو متوسط يعني، او نقول جيد، فيلم جيد، مش جيد جدا ولا ممتاز، يعني جيد وتنفذ بشكل كويس، وهو موجود على شبكه نتفليكس. وانت عايز تعرف حقيقه ري، التيمة دي عموما يعني هي موجودة في افلام كتير، اللي انت هتستنى لحد اخر 10 دقايق او اخر 5 دقايق عشان تعرف الحقيقة فين، وتشوف شوية مفاجآت في الاحداث. فهي التيمة موجودة، يمكن الفكرة مكررة، ده اللي خلى بعض الناس يدوا التقييم يعني درجة قليلة، ولكن تكرار القصة لا يعيبها، ما هي متكررة ولكن متنفذة بشكل مختلف. مش معنى ان هي مثلا نفس التيمة او نفس الفكرة، طب ما عادي، ما في افلام اكشن اتعملت فكرتها يعني الاف المرات، في افلام مثلا بتتكلم عن فساد الشرطه، مئات الافلام اتعملت عن فساد الشرطه، ولكن كل فيلم المفروض يتعمل بطريقه مختلفه عن الثانيه، وده اللي بيميز بقى موضوع صناعه الافلام، انت بتعملها بشكل مختلف تماما، باحداث مختلفه، بتكون في احداث طبعا مختلفه وشخصيات مختلفه. فهو مش معنى ان هي الفكره بقى معموله فنديله مثلا 5، انا شايف فيلم ممتع ويعني بيخليك فعلا متشوق لمعرفة النهاية. وأشوفكم على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة، ومع السلامة.